الامرأة مسؤول عنها زوجها أو أبوها أو أخوها، ما يفرض عليه نائب في مجلس الأمة. نواب مجلس الأمة هذا مو شغلهم، لأن ما عندهم شيء يعملون لتنمية البلد فيتخذون هذه المواد. لا فرق مثل السماء والأرض. بمعنى هذول القوميين كانوا يبون تنمية بالبلد، يبون تحضر في البلد، يبون تعليم جيد في البلد، صحة جيدة للبلد. فهذا اللي كانوا يطالبون فيه زي قلتهم، ما قاعد يعملون شيء للمجتمع، ما قاعدين ينفذون خطط للمجتمع. يعني احنا ما نشوف الا بس خصام وعراك وكلام بذيء باللي هؤلاء النواب.